يقول مكحول أربعة أمور منك ولك، يعني إذا فعلتها جاءك الحظ من الله. ما يفعل الله إن شكرتم وآمنت يدفع عنك العذاب إن شكرت وآمنت. وقال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا الاستغفار. الرابعة قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذه أربع صفات: الشكر، الإيمان، الاستغفار، الدعاء. أربعة أمور إذا التزمها الإنسان أزال الله عنه العذاب سبحانه وتعالى من أجل الإصلاح. أما إذا كان الشخص إذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسدة فإن العفو أفضل وأحسن، لأن الله يقول من عفى وأصلح فأجره على الله.